رغم العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلا أنه على الجانب الآخر تنجح المقاومة في استهداف قوات العدو، كما أنها تكبد قوات الاحتلال خسائر كبيرة في جنوده وآلياته. ومن خلال تغطيتنا الآن سنوضح لكم آخر تطورات عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، كما سنطلعكم على آخر مستجدات والتفاصيل الخاصة بقطاع غزة. ونبدأ بعمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تدمير دبابة إسرائيلية في جنوب غرب مدينة غزة. وقالت كتائب القسام اليوم إنها استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل. كما أكدت كتائب القسام إنها استهدفت 4 عاليات صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذائف الياسين 105. أيضا قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس اليوم أنها استهدفت موقعي كيسوفيم ومارس العسكريين برشقات صاروخية مركزة. وعلى الجانب الآخر قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسلي هاليفي أمس أنهم لم يستعدوا لمثل هذا السيناريو، وهو بالطبع عملية طوفان الأقصى. والتقى هاليفي برؤساء البلديات والمدن الجنوبية الإسرائيلية، وأكد في بداية حديثه معهم الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى أحداث 7 أكتوبر. كما قالت صحيفة يديعوت إحرانوت العبرية اليوم إن ضابط في موقع حساس بجهاز أمان الاستخباراتي قتل خلال هجوم القسام على مستوطنات غلاف غزة في أول أيام الحرب. ولم تكن حماس هي وحدها من تقاوم، فعلى الجانب الآخر هناك حزب الله والذي يكبد العدو أيضا خسائر كبيرة. واليوم أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن أحد موظفيها قتل خلال هجوم حزب الله أمس على شمال إسرائيل. ووفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل قال مسؤولون عسكريون ومسعفون سابقا إن 14 مدنيا أصيبوا، بمن فيهم 1 في حالة خطيرة في هجوم صاروخي موجه مضاد للدبابات. وأصاب صاروخ حزب الله عددا من المركبات بالقرب من مستوطنة دبيبة الشمالية بالقرب من الحدود. وكان بعض الضحايا من موظفي الشركة الذين وصلوا لإصلاح خطوط الكهرباء التي تضررت بسبب حريق سابق من لبنان. كما قالت الشركة إن شالوم أبو ديس 56 عاماً كان عاملاً مخضرماً لمدة 34 عاماً ونجت زوجته وطفليه من الهجوم. واليوم في تصريحات جديدة تم التأكيد مرة أخرى على أن حماس وحزب الله لن يتوقف عن هجماتهم ضد قوات الاحتلال. وقال مسؤول كبير في حركة المقاومة حماس إن حزب الله سيدخل في حرب كاملة مع إسرائيل إذا تم تدمير حماس بالكامل في قطاع غزة. وقال أحمد عبد الهادي ممثل حماس في بيروت الآن ليس الوقت المناسب لمشاركة حزب الله بشكل كامل في القتال عبر حدود لبنان مع إسرائيل، مضيفا أن الخط الأحمر بالنسبة لحزب الله هو التدمير الكامل للمقاومة في غزة. وتعد تصريحات عبد الهادي أول إشارة واضحة من مسؤول في حماس إلى توقعات الحركة بشأن دور شركائهم اللبنانيين في الحرب. وفي عدة مقابلات رفض العديد من مسؤولي حزب الله تقديم خط أحمر لدخولهم في الحرب، وأكدوا مرارا وتكرارا أن حزب الله سيبني دوره على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة وعلى حدودها مع لبنان. وفي مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي قال الرجل الثاني في حزب الله نعيم قاسم لشبكة NBC نيوز الأمريكية إنه حتى الآن كان المقصود من ضربات حزب الله على إسرائيل أن تكون بمثابة رادع من أجل تخفيف الضغط على غزة. ومن عمليات المقاومة دعونا نوضح لحضراتكم آخر التطورات بشأن ملف الأسرى،
حيث وضعت حركة حماس عدة شروط لإطلاق 35 مجندة إسرائيلية لديها، بينها الإفراج عن 35 أسيرة فلسطينية لدى إسرائيل، بالإضافة لسلسلة طلبات أخرى. كما كشف موقع مكان الإسرائيلي نقلاً عن مصادر مطلعة أن حركة حماس اشترطت إدخال 7000 شاحنة محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة قبل إخلاء سبيل المحتجزين لديها. وأضاف الموقع أن الحركة أعربت عن استعدادها لإخلاء سبيل المحتجزين المدنيين الأحياء وحاملي الجنسيات الأجنبية مقابل إطلاق سراح 140 فلسطينياً لم يتم اعتقالهم لأنشطة مسلحة. وتجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم كتائب القسام قال في أحد خطاباته إنه سيتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المدنيين من دون مقابل، نظراً إلى أنه تم أسرهم عن طريق خطأ عند اقتحام المستوطنات. كما تطالب حماس بتمديد وقف إطلاق النار لوقت أطول يستمر أياماً، وإدخال كميات كبيرة من الوقود. ومن المقدر أنه في حال المضي قدماً في صفقة الأسرى فإن ذلك سيتم بشكل تدريجي وعلى عدة دفعات. أما بشأن تطور الأوضاع والعدوان المستمر على قطاع غزة، فأعلنت مصادر طبية في غزة اليوم عن استشهاد 17 مريضاً بمجمع الشفاء الطبي بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل لنفذ الوقود. ولا يزال مجمع الشفاء الطبي محاصراً من مدفعية الاحتلال، فيما تستهدف الطائرات المسيرة كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، علماً أن هناك أكثر من 60 مريضاً في العناية المركزة وأكثر من 40 رضيعاً، فيقسم الخج والحضانة أكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى. أيضاً توقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين وحتى المرضى. وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي عن ارتقاء أكثر من 11,078 شهيداً، بينهم 4,506 أطفال و 3,027 امرأة، إضافة إلى 27,490 مواطن أغلبيتهم من النساء والأطفال. مشاهدينا، إلى هنا تنتهي تغطيتنا، وللمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا، موقع صدى البلد الإخباري. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.